عقدت حملة المرشح حازم عمر مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمركز الأزهر للمؤتمرات. ويعد هذا هو المؤتمر الثالث الذي تجريه الحملة منذ بدء فعاليات السباق للانتخابات الرئاسية، وخصصت فعاليات هذا المؤتمر اليوم لمناقشة المشاكل وكل ما يهم المواطنين في محافظات الصعيد شماله ووسطه وجنوبه، مع استعراض الحلول لهذه المشاكل وطرحها على المواطنين وفق ما يتضمنه البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي المهندس حازم عمر مرشح حزب الشعب الجمهوري. لما نتكلم على بيئة حاضنة للاستثمار ما يبقاش كلامنا إنشائي ومنمط، لازم نعرف كيف يتحقق ذلك، إن لازم نربط مصلحة المحافظة المحلية بالمستثمرين. وده يتأتى ازاي؟ ان لازم ايرادات المحافظة من الرسوم المحلية لازم تحتفظ بيها لنفسها، علشان ما ينفعش انها تيجي كلها للحكومة المركزية في القاهرة وهم بيقول لك انا مش مستفيد حاجة. فبدل ما نخلق بيئة معوقة للصناعة والاستثمار الصناعي والاستثمار الزراعي، نخلق بيئة حاضنة نربط المصالح ببعض.